رضع أخي الأكبر من إحدى النسوة وعندها بنت ترضع مع أخي، فهل يجوز لي أن أتزوج من إحدى بناتها أو بنات أخواتها الأكبر منها أو الأصغر منها، علما بأن أخي يكبرني من بأكثر من 10 سنوات؟ إذا كان الرضاع مقتصر على أخيك وأنت لم ترضع من هذه المرأة، فلا مانع من أن تتزوج من بناتها وإن كن أخوات أخيك من الرضاعة، لأن الحكم يتعلق بالراضع فقط. أما إخوة الراضع فلا ينتشر عليهم حكم، وبناء على ذلك لك أن تتزوج من بنات مرضعة أخيك، ما دمت أنك أنت لم ترضع منها. لا، جزاكم الله خيرا.